الإمام الصادق سلام الله عليه، قبل هذا خلي أقول لكم شيء. الإمام الصادق سئل: على ماذا بنيت أمرك؟ أريد نطلع من هذا المجلس بمنهج بسيط جدا، صغير المنهج، خلي هذا المنهج في بالك تتغير حياتك. سئل: على ماذا بنيت أمرك؟ أنت صرت الإمام الصادق بعظمتك هذه، بعلمك، بتقواك، بمقامك عند الله، بماذا؟ هذا هم أنت تقدر تسوي، هذا المنهج اللي الإمام يقول على ماذا بنيت أمرك. أنا يجوني أحيانا بعض الأفراد يقولون: أنت على شنو بنيت أمرك؟ طبعا أنا عبد صغير 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 إلى ما لا نهاية للأئمة الطاهرين سلام الله عليه. على ماذا بنيت أمرك؟ فقال الإمام: على أربعة أشياء. هذه هم أنت ابني أمرك على هذا، حياتك ابنيها على هاي الأعمدة الأربعة. قال: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. دورك أنت تأدي، واحد ثاني يأدي دوره، أنت عملك ما يأدي غيرك. عملك الصالح، يعني بعض الأفراد يقولون إحنا مع علي، إيه علي سلام الله عليه حياته كلها كانت في سبيل الله وجهادا وقتالا ودفاعا عن الرسالة، بس صحيفة علي لعلي مو إلك، صحيفة حسنات الإمام علي لعلي، صحيفة حسنات فاطمة الزهراء لفاطمة الزهراء. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، صار عندي اجتهاد وسعي لأن غيري ما يقدر يسوي. وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت. بعض الناس يعملون المعاصي والله عندهم أهون من الناظرين، ليكون رب العالمين أهون الناظرين إليك. وعلمت أن الله مطلع على أمري فاستحييت. وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري. أنت لو البشرية كلها أكل الطعام أنت ما تشبع، لو البشرية كلها شربت مي أنت ما ترتوي. الرزق مالك ما يأكل غيرك، فاطمأننت. ما لازم أكون حريص على الطعام. وعلمت أن آخر يومي الموت فاستعدت. آخر يومنا وين؟ بيتكم وين يا جماعة؟ فلان مكان، غرفة نومك هواية مرتبة، لكن نهايتك تنام في قبر يعني متر ونص في ربع متر بس إلى أبد الدهر، إلى أن جسمك كله يخيس. يقولون بعد أيام من دفن الفرد في داخل القبر في داخل اللحد ينتفخ ينتفخ ينتفخ، بعدين يطق حسب تعبيرنا، ثم التراب تأكل ذلك الجسد اللي كنا مهتمين به، بوجهنا، بشعرنا، بلباسنا، بكذا مالنا، كل هذا يصير في التراب. واللي يبقى وياك عملك، أخلاقك، طاعتك، صلاتك، صيامك، تعاونك مع الناس، مساعدتك،